الكلمة كنشكر الإخوة اللي حضروا معنا واللي ساندونا في هذه الوقفة الاحتجاجية، وكنشكر الإعلام اللي حاضر معنا والناس ديال المواطنين اللي حضروا معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية. عندنا جوج ديال المواضيع اللي هما كنعيشوا فيهم مع عمالة سكارة التمارة. المشكل الأول كيتعلق برئيسة التعمير اللي هي حرمت واحد الوثيقة، حرمان واحد الوثيقة إدارية بأنه كنهضروا على الشطر، عندنا الشطر الثاني اللي هو مدة ديال 20 سنة هما الناس ساكنين، والسيدة الرئيسة ديال التعمير هي حرمتهم من واحد الوثيقة باش يتسلموا لا ريسيبسيون بروفيزوار، لأن هذيك لا ريسيبسيون بروفيزوار هذيك المشكل ديالها باش يديروا استخراج رسوم عقارية الفردية لكل شقة. الناس عندهم بالنسبة لا ريسيبسيون كنطلبوا نهار الأول، طلبنا من شهر 6/2018 للمجلس البلدي، دفعنا واحد الطلب باش نسلموا هذاك لا ريسيبسيون. إذا هذه مدة ديال 10 شهور وحنا كنعانيو في هذه المعاناة بالنسبة باش نسلموا التسليم الموقت على ود بالنسبة لا ريسيبسيون. من كنتقدموا بالطلب ديالها هي من الناحية القانونية من كتدفع الطلب، ما خاش بعدا يكون قضية الضو والماء والهاتف والطرق إلى آخره. إذا جميع المصالح اللي هي هذه المصالح اللي اشتغلت في هذا المشروع عطات الموافقة ديالها، كتبقى الموافقة ديال الرعي ديال العمالة. هذا رئيس التعمير عقدات الأمور، خرج الأولى اللي خرجوا اللجنة المشتركة ديال التعمير بأنه خرجوا الخرجة الأولى، خرجوا الثانية البلدية، خرجوا الثانية طلبوا الوثائق اللي غنديو بها حنايا، هذيك الوثائق ديال لاتيستاسيون ديال ليزارشيديك ديال المسجد. إذا حنا لينا هذه الوثائق المجلس البلدي، هي في الخرجة الثالثة داروا ليزافي ديالهم المصالح كاملين إلا رئيسة التعمير. وعندنا مشكل مع الوكالة ديال التعمير، الوكالة الحضرية، رئيسة التعمير ناضت بغات تدخل الشطر الثاني مع الثالث. إذا الشطر الثاني كيتعلق بالهدم، لأنه هذاك عندنا في المسألة ديال أنا غادي نجيو نهضروا عليه. دابا كنهضروا على قضية رئيسة التعمير اللي عقدات الأمور، دارت واحد الموافقة ديالها بالمحضر كتدخل، قالت لهم أنا في الوقيتة اللي دينا بالوثائق الوثائق ديال اللي طلبتنا البلدية، نتنا جبنا الوثائق كاملة، هي ما حضروش باش يديروا لافي ديالهم العمالة، ما حضروش رئيس التعمير ولا النائبة ديالها، بغات تشوف الرأي ديال اللجان. بعد ما شافت الرأي في صالح الودادية نادت هي، دارت في الأخر قالت لهم أنا كنطلب خرجة خاصة ديال كاتريام صورتي باش غتدخل لعيد المكان. وبعد ما داروا لي صافي اللجان كاملين، خرجت هي بواحد الطريقة مع المهندس ديال الوكالة وديال العمل اللي حضروا في البلدية، حضروا الخرجة الرابعة. هي عقدات الأمور على أساس حنا ما كناش كنتمناو باش نديروا هذه الوقفة، وني جعلتنا باش نديروا هذه الوقفة لأن رئيسة التعمير حرمات الناس. تصور 20 عام والناس ساكنة، كاين اللي تجوج ولاد ولادو وصلوا للزواج وباقي ما خداوش في البلاد ديالو. حنا المشكل ديال الودادية، حنا شرينا الأرض، جهزنا، بنينا جميع المسائل اللي توفرت على المنخر. أما بالنسبة لرئيسة التعمير، حنا جينا كنقصدوا باش نوصلوا الرسالة للسيد عامر، على أساس بأن باش يعرف السيد الرئيس راه هي اللي جعلتنا باش نجيو نديروا هذه الوقفة هذه. على ود الشهرين وحنا كتمرد فينا هنا في العمالة غاديين جايين، مرة هي كتخدم جوج لي كارطات رئيسة التعمير، كتخدم مرة كتقول لك أنا غنشوف مع السيد العامل، مرة كتقول غنشوف مع السيد كاتب العام، لا عندها هي واحد المهمة ديالها خاصها تقوم بها. إذا جينا في الأخر هاد المدة ديال 10 شهور وهاد المدة ديال 4 خرجات اللي خرجوا بدون جدوى. مدير هاد الوكالة على ود السيد المحافظ كيقول لك لا ريسيبسيون، انا طالب على اساس باش نعطيو، الا ما كانش الموافقه الوكاله ما يمكن ليناش نعطيو، خاص هاد اللجنه الثلاثيه هي اللي يمكن ليها باش تعطي باش نعطيوكم التيترات. حنا لا ريسيبسيون قانونيا من كتدفع الطلب خاصنا هاد رئيس التعمير الا كانت بغات تحمي القانون وتحمي دير الملاحظات، كان اولا تراسل الباشا باش ما يعطيش شهاده السكنه للناس. دابا الناس اللي ساكنين في المشروع عندهم الضوء، عندهم ما عندهم التليفون،
عندهم شهادات السكنه، عندهم ليكارت ناسيونال، كيف يعقل علاش هاد الناس يتحرموا من التيترات؟ اش طالبين؟ ما طالبينش هاد لا ريسيبسيون، ما عندناش غير هاد لا ريسيبسيون. بان السي المحافظ طبق علينا كيقول لك لا ريسيبسيون خاصك تجيبوها لنا باش عاد يمكن لينا نعطوكم التيترات. النقطة الثانية فيما يتعلق، عندنا هذا الاحتجاج في جوج حالات، الحالة الأولى كتتعلق برئيس التعمير، والحالة الثانية كتتعلق بالباشا باشاوية هرورة. باشا باشاوية هرورة احتقر المقررات القضائية. علاش؟ لأنه احنا عندنا أحكام نهائية اللي صدرت ضد العامل السابق اللي هو هدم واحد المشروع اللي هو تبتت عليه بأنه هو اللي سبب الهدم ديال الساكنة، بأن خمسة ديال العمارات على ما يفوق 3 ديال المليار سنتيم تهدمت كأن لم يكن مشروع. إلى يومنا هذا هاد الناس ما عمرهم راسلونا الطلب اللي حطينا ديال المسائل باش جاو هدموا، ما حنا ما تبلغناش بالهد. ودابا نصفاتنا الأحكام، نصفاتنا الإدارية، نصفاتنا النقد، نصفاتنا الاستئناف. إذا في هذه الحالة باش جا السيد الباشا جا دارنا باش بدينا حنا بلغنا العمالة الأحكام باش نبداو نشتغلوا في الأعمال، بأن المحكمة ديال الاستئناف عطاتنا الإرجاع الحالة كما كانت. إذا في هذه الحالة هذه جا السيد الباشا قال لك ما يمكن لكم جاب بوحده، ما جاب معاه لا لجنة لا والو، على أساس قال لك لا ما تبنيوش. علاش؟ هذه الحالة بأنه قال لك لا، قلنا له راه بلغنا الأحكام للعمالة بلا كيزي بالمفوض بالمسائل باش غنفضوا عليهم. جا قال لك لا جيبوا لي الأحكام، حنا بلغنا الأحكام السيد الباشا بالطريقة ديال المفوض القضائي، حنا كنمشيو مساطير قانونية باش كتحمي الجميع. ولهذا لقيت اللي هو المفوض مشى للباشا باش يبلغ ليه المسائل رفض باش يشد الأحكام. إذا جا عاود ثاني داز واحد 3 ايام ولا 4 ايام جا عاود ثاني وقفنا. ولهذا حنا ما كناش كنتمناو باش نديروا هذا الاحتجاج، بانه من المتضررين هنا معنا المنخرطين ديال الشطر الثاني والمنخرطين ديال الشطر الثالث. اذا الله سبحانه وتعالى خلقنا بجوج عينين، وحده تيلا مرضت وحده تشوف وحده. هاد الناس سدوا علينا البيبان، لان البيبان والشراجم سدوا علينا. ولهذا اللي كنطلبوا هذه الرساله ومن هذا المنبر هذا كنوجهوا للسيد العامل باش يتخذ القرار على وداش هو اللي يمكن ليه غادي يحل هذا المشكل ديال هذه الولايات. ما يمكنش الشطر الثاني محروم من التيترات ديالهم، وما يمكنش الاحكام اللي صدرت صالح الوداديه ما يدش، بان مهما كان احكام نهائيه الا باش بانهم خصهم يحترموا القضاء.